لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير، وخصوصا مناطق الحاج علي. انا ما احكي عموميات ولكن احكي بخصوص المنطقه، منطقه الحاج علي. وهسه اذا ناخذ احصائيه على الموجودين الحاضرين، ماكو واحد ما اكتوب بنار داعش. المتكلماني 23، يمكن يدرون كل الجماعه، يعني ارتفعت بنور داعش 23، يعني ثلاثه ما اندل بيهم وين، و20 دفنتهم ومن عائلتي. فما حد يساوم على الجانب الامني بخصوص داعش. الارهاب ما يستثني احد، لا يستهدف، لا يستثني انسان عادي ولا يستثني رجل امن. وعليه المسؤوليه الامنيه تقتضي ان نكون احنا كلنا ايد واحده ويا الاجهزه الامنيه. الناس المستطاعه من تحاكيها بالدين يقول لك عوفنا من الدين، ولو يطلع بي اهدم المساجد واسوي مدري ايش وكذا. فوصلوا رساله سلبيه على انه هذا هو دين الاسلام، وهم هذا الرادو رادوا التشويه، تشويه صوره الاسلام. اليوم اوقاف نينوى في مضيف الشيخ فلاح الزيدان ومروان الزيدان جزاهم الله خير، أتينا إلى حاج علي للاستطلاع على جوامع المنطقة وبضيافة المشايخ ومضيفهم بيت الكرم. تم حل الكثير من المعوقات وتم التفصيل في منتسبينا في هذه المنطقة وفي هذه الجوامع، وتم أيضا اللقاء مع كافة الأجهزة الأمنية المتواجدة في المنطقة. إن شاء الله سيكون هناك موافقات من قبل الأجهزة الأمنية في الوصول إلى الشيء المناسب. وجزاهم الله خير المشايخ في منطقة الحاج علي للتواصل المستمر مع القيادات الأمنية ومع أوقاف نينو. سبب تأخير؟ هو حقيقة هناك أولويات في إعمار الجوامع. الجوامع التي في المناطق المنكوبة التي لا يوجد فيها أناس، لا يمكن أنه يعمر فيها جامع وعدم وجود ناس أيضا سيكون هناك خلل، لكن نعطي أولوية في بناء الجوامع حسب الكثافة السكانية الموجودة في كل منطقة. رسالتنا واضحة وخطتنا واضحة من قبل ديوان الوقف السني وبإشراف الدكتور عبد اللطيف الهميم ورئيس الوزراء. هناك تعليمات واضحة، هناك خطب موحدة لجميع جوامع محافظة نينوى، نعمل عليها لأن يكون الفكر المعتدل الوسطي هو السائد في المحافظة بالكامل. لا يقبل أبدا أي خروج عن هذه التعليمات، هذا واضح للجميع. تشرفنا اليوم بزيارة الأخ الأستاذ أبو بكر كرعان مدير أوقاف نينوى، والأخ الأستاذ عطية مدير أوقاف ناحية القيارة. كل الشكر لهم على مساندتهم ودعمهم لجوامع جنوب القيارة جنوب الموصل بشكل عام، واتفق الكل على توحيد الخطبة ودراسة المناهج التعليمية الحقيقية التي تبت للإسلام بصلة واقعية. وبدورنا أيضا نشكر قواتنا الاتحادية، الشرطة الاتحادية، لما قدموه من مساعدات ومساندات في حماية الجوامع أثناء الخطب أو الصلاة. كل الشكر للجميع ومن الله التوفيق. حضرنا اليوم إلى قرية الحاج علي وإلى مضيف الزيدان من أجل الإشراف على عمل مساجد المنطقة وتهيئتها حول محاربة الفكر المنحرف بعد مرحلة داعش، والإشراف على المناهج المعتدلة التي تقوم بها المساجد لخدمة الناس ولتوصيل رسالة الإسلام الوسطية المعتدلة إلى الجميع، والتركيز على مسألة أن ما كان عليه داعش أنه لا يمثل الإسلام الصحيح، وإنما هو فكر مشوه منحرف لا يمثل إلا الأفكار الظلامية في عقول المنحرفين. نوجه شكرنا وتقديرنا لأهالي المنطقة والقائمين على المساجد لتعاونهم، ونسأل الله للجميع الموفقية والرشاد إن شاء الله. اليوم تم لقاء إلى قرية الحاج علي التابعة لناحية القيارة. اللقاء حقيقة كان لقاء مثمر جدا. اللقاء هو الحفاظ على الأئمة والخطباء ألا يخطبوا نهائيا بدون تخويل أو أمر رسمي من ديوان الوقف السني، بالإضافة إلى أنه تم غلق عدد من الجوامع بسبب المشاكل الأمنية، تم الآن مناقشتها ووضع خطط لها وفتح عدد من المساجد يوم الجمعة، والمساجد الأخرى تبقى فقط مصلى.
بالإضافة إلى إضافة عدد من المفتشين في قرى الحاج علي للتعامل مع مديريات الوقف السني في محافظة نينوى والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.